بمقر عمالة صخيرات مارا نظم لقاء خصيص لتشخيص وضعية وآفاق مؤسسات التعليم العمومي التابعة للمديرية الإقليمية لصخيرات مارا. وبحسب التشخيص الذي تم إعداده وتقديمه خلال هذا اللقاء، فإن عمالة صخيرات مارا تتكون من 5 جماعات حضرية و5 جماعات قروية، وتتوفر على 94 مؤسسة عمومية للتعليم الابتدائي بمجموع تلاميذ يبلغ 50,863، منهم 24,466 تلميذة. اليوم كنلتقيو في عمالة صخيرات مارا من أجل الوقوف على التشخيص الدقيق للمعطيات المرتبطة بالوضعية ديال البنيات التحتية في العمالة ديال صخيرات مارا، الوقوف على الإكراهات كذلك المرتبطة بالتوسع العمراني اللي كتعرفوا العمالة ديال صخيرات مارا، المناقشة كذلك حتى ديال المشاريع اللي الآن المديرية ديال صخيرات مارا بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط صالة القنيطرة كتقوم على التنزيل ديالها، وكذلك حتى المشاريع اللي غتشتغل عليها ابتداء من السنة المقبلة 2019. واللقاء شكل من جهة ثانية مناسبة لتكريم التلاميذ التابعين للعمالة الذين حصلوا على نتائج متميزة في مختلف المسابقات التعليمية المنظمة في المغرب وخارجه. إلى ذلك فالعمالة تتوفر على 40 مؤسسة عمومية للتعليم الإعدادي بمجموع تلاميذ يبلغ 26,967، منهم 13,105 تلميذات.